هذا هو سوق بيع الماشية الوحيد شرقي الموصل. هنا تتعالى أصوات الباعة في دعوة زبائن إلى شراء ماشيتهم، فالأسعار المرتفعة هذا العام تسببت في عزوف ذوي الدخل المحدود عن شراء أضحية العيد. قال ترين عجة ضحية، يعني مو كبشن عجة على قد حالي، إيه وما يعني ما أقدر أشتري عجة، راح أرجع عالبيت. شو السبب اللي ما تقدر؟ ما عندي فلوس بجيبي، السبب شنو؟ لم يكن غلاء الأسعار وحده ما تسبب في عزوف المواطنين عن شراء أضاحي العيد هذا الموسم، فالحمى النزفية وما رافقها من إجراءات مشددة من قبل البيطرة في حصر ذبح الأضاحي في المجازر المخصصة كانت هي الأخرى كفيلة بركود حركة البيع. بالوقوف بالسوق، حمى نزيفية ما حمى نزيفية، وصل احنا ما شفنا ايش صار، يعني الناس قامت تخاف تيجي تشتري، يعني اقبال الفرد مره السنه ماكو، يعني تصور انا كل سنه يعني اذا ما ابيع لي فرد يعني بالقليل 80 90 شبش، السنه انا 4 شباش بايع. ومن اجل السيطره على ارتفاع اسعار المواشي لجأت السلطات المحليه الى فرض بيع الاغنام والابقار بالكيلو الحي وبسعر يصل الى نحو 4 دولارات للكيلوغرام الواحد، فيما يعزو تجار الاغنام ارتفاع الاسعار الى غلاء اسعار الاعلاف بسبب الجفاف. كان 200 طن العلف، واليوم طن العلف ب 800 وب 900. ماكو اي دعم للغنام وللفلاح، انتهت الغنام انا بوحده. ورغم ارتفاع اسعار المواشي والاجراءات الصحيه، فان بعض الموصليين يصرون على شراء اضحيه العيد كطقس ديني يقربهم الى الله ويكمل فرحه العيد. قاسم الزيدي، UTV الموصل.